السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل معجنات قطنيه سهله وسريعه جدا من غير عجن. ان شاء الله النهارده هنعملها بعجينه حلوه جدا تنفع لكل المخبوزات، يعني تنفع لباتيه، لكرواسو، لبريوش، لعيش فينو، فسهله جدا وسريعه. في قطنيه وحلوه ازاي. كمان هقول لكم ازاي تخلوا المعجنات او المخبوزات لونها حلو من غير زفاره بيض. شايفين؟ بصوا هشة جدا ولونها حلو جدا من غير زفارة بيض خالص. كمان بصوا من جوه ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. اول حاجة هعملها ان انا احضر الخليط السايل بتاع العجينة، وده هيكون عبارة عن كوباية من اللبن الدافي، معلقة كبيرة من الخل الأبيض. ممكن تشيلوا الخل وتشيلوا اللبن وتحطوها كوباية لبن رايب، بس أهم حاجة واللبن يكون لبن دافي. بعد كده هحط 3 معالق كبار من السكر، ده لأنها هعملها حلوة، لو حد يبقى معلقة واحدة بس كفاية. 3 معالق حوالي ربع كوباية. معلقة كبيرة خميرة فورية أو كيس خميرة فورية، يعني بيضة واحدة، وفي بيض يبقى كتير فانيليا. وهقلب كويس جدا الخميرة، دوبها كويس جدا مع السكر مع اللبن مع البيض. بعد ما قلبت هحط 1/2 كوباية من الزيت، ممكن زيت وزبدة بس الأفضل زيت عشان تبقى معايا العجينة هشة قوي. وهقلب الزيت مع الحاجات مع اللبن والخميرة والسكر. هنا هحضر الحاجات الجافة، 1/2 كيلو دقيق منخول، عليه رشة ملح، عليه معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وهقلب برضو كويس جدا. ودلوقتي هنزل عليهم بالحاجات السائلة اللي عملتها لكم في الأول. طبعا العجينه دي هشه جدا لانها فيها خميره وبيكنج باودر وكمان خل، بتبقى هشه جدا جدا. هقلب بس مش هعجن، هقلب بس ادخل الدقيق مع حاجات السايله وخلاص. بعد ما قلبت كويس جدا كده، بصوا هقلب بقى دلوقتي بايدي كده، هغطيها واسيبها تخمر. هنا شكلها بعد ما خمرت، انا خمرتها لمده ساعه في مكان يكون دافي. بقيت بالشكل ده كده. دلوقتي بقى انا عايز اعمل منها معجنات او مخبوزات زي اللي شفتوا معايا في اول الفيديو، كان شكلها حلو جدا. عشان نعمل نفس الحجم اللي شفتوه معايا في اول الفيديو ده، هقسم 1/2 كيلو دقيق ده على 10 قطع او على 10 كور، 10 او 12 حسب ما انتوا عايزين الحجم قد ايه. باخد الكورة بدخلها كده، شايفين ازاي اهو، وبعدين بكورها كده على الرخامة بإيدي وخلاص، وبحطها في طبق فيه دقيق، برشة دقيق يعني. ولازم أغطيهم، ولما أجي آخد عشان أشكل آخد من أول واحدة أنا شكلتها، لأن أول واحدة هي أكتر واحدة ارتاحت. طبعا هفردها بكل سهولة معايا لأنها ارتاحت وخمرت كويس. هي سهلة جدا، بنفردها كده بالطول. وبعد كده هحشي، انا هحشي بقى النهارده بشوكولاته اللي هي شوكولاته المطبخ العاديه، ده دريم شوكولاته دريم، انا قطعتها كده مكعبات. وهحط قطعه في الاول زي ما قلت، ممكن تحشوا جبنه، ممكن تحشوا جبنه كيري مثلا. بصوا كده اهو بلفها، وبعدين بفرد حته في الاخر دي زياده، واجيب بعجله البيتزا او بالسكينه. بصوا فيها شرط كده، شايفين ازاي؟ بس مش للاخر يعني، بصوا الشرط في النص مش للآخر، وبلفها بالشكل ده كده. بصوا بس يبقى أوضح، شايفين؟ وأنا بلفها هو إن أنا كده أفتح الشورت اللي عملتها دي، وحتى لو فضلت مقفولة معايا شوية هي في الفرن بتفتح. تمام. وطبعا هحطها في صينية، تكون صينية مدهونة
عشان تخمر التخميرة التانية. هعمل كمان واحدة بفردها بالطول اهو، مش فردة جامدة يعني، بحط فيها قطعة الشوكولاتة او زي ما قلت ممكن جبنة، بس لو جبنة يبقى جبنة كيري، ان كيري مش بتسيح في النار، فلو جبنة يبقى جبنة كيري. وبعدين باجي في الاخر بفرد دي زيادة بالسكينة العادية او المرة دي عملتها بالسكينة اهو، او بالعجلة بتاعة البيتزا، وهقطع اللي في النص. وبعد كده هروح لففها تاني، واحاول لما الفها ان انا افتح الشورتة اللي عملتها فيها دي. بس كده، سهلة جدا وسريعة، ما عجنهاش ما خدتش وقت، بسيطة جدا. نعمل كمان واحدة، فردت نفس الطريقة وحطيت فيها شوكولاتة ولفيتها كمان، ممكن تحط فيها على فكرة نوتيلا مش شرط شوكولاتة. وفي الآخر هجيب السكينة أو الـ العجلة دي وهقطع كده. طبعا الشورت زي ما انتوا حابين، ممكن كتير ممكن قليل، وهي بصوا هنا عملت كتير، بس عملت كام واحدة وبلفها، شايفين ازاي؟ شوف بس دي كده سهلة ومأخدتش أي وقت، وأحطها على صينية علشان تختمر. هنا بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي، عايزين بقى دلوقتي ندهن الوش. طيب هنا الأول أنا سبتها تخمر لمدة ساعة تاني، أو حسب ما لقيت ضعفت معايا في الحجم. هنا بقى عايز أدي لون كده للوش حلو، فمعايا بيضة وحطيت على البيضة دي شوية من الفانيليا، وأحط دلوقتي كمان شوية خل، يبقى فانيليا وخل، وأحط كمان وحطيت كمان في الأول نسكافيه، او اللي هي القهوه ساعه الذوبان. الثلاث حاجات دول هيقضوا خالص على ريحه البيض. انا حطيت بيض لان انا عايز تكون الشكل بتاعها حلو، بس ممكن تحط لون بودره مع نسكافيه مع شويه ميه سخنه ودهنه بيه، بس انا كنت عايز اللون يبقى قوي، فاستخدمت بيض وحطيت معاه فانيليا وخل وحطيت كمان نسكافيه. بدين بقى كده كويس قوي، وبدين كمان الحاجات اللي هي اللي جوه الشوط اللي عملتها دي، وادخلها فرن سخن على حراره 200 ومشغل فوق مع تحت لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير قوي. كمان ممكن ترش على وشها سمسم أو حبة البركة، أو ممكن تخلوها زي ما أنا عملتها كده سادة. لكن شكلها بعد ما خرجت معايا من الفرن أخدت معايا زي ما قلت ربع ساعة، وشغلت فوق مع تحت لحد لما خدت معايا اللون الحلو ده. طعمها بجد تحفة، العجينة قطنية جدا بسبب الخل والخميرة والبيكنج باودر، طعمها حلو جدا. طبعا ممكن اشيلها في الفريزر، احفظها في الفريزر. بصوا شايفين عامله ازاي تحفه، وكمان تشكيلها كان سهل وما خدش منها اي وقت خالص. بصوا حلوه جدا، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. هتلاقوا ان شاء الله يا جماعه المقادير في اول كومنت.